هو سمة العصر، الطاقة المتجددة هي بجوز طموح العالم كله أن يوصل فعلا لإلغاء أنماط الطاقة التقليدية والوصول فعلا إلى عالم يعتمد على الطاقة المتجددة. اليوم معنا دكتور عبد الله زعبي. دكتور عبد الله زعبي هو مدير مشروع تحديث مناهج الطاقة المتجددة في الجامعات الأردنية، ورح يعرفنا أكثر على جهده في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله. أهلا أكثر، الله يخليك. صباح الخير. أنت عند الخواجات اسمك بروفيسور شي؟ نعم. أهلا وسهلا أستاذ دكتور حضرتك، يعني إحنا بنفتخر دائما بكل أبناء الوطن اللي عندهم درجة كبيرة من التميز في مجالاتهم المختلفة. أنا لما قرأت عن الموضوع ذهلت لما شفت الفاتورة الأردنية بتاعت الطاقة. نعم. يعني المديونية تاعتنا مثلا هالقد، فاتورة الطاقة هيك مثلا، يعني كثير كبيره. فهذا حمسني اكثر ان نتحدث على موضوع الطاقه المتجدده واسمع من حضرتك اكثر قبل ما نفوت على المناهج وتحديثها اللي حضرتك انت مستلمه هذا كمشروع اردني بخمس جامعات اردنيه. نتحدث على واقع الطاقه كقطاع طاقه متجدده في الاردن، يعني الذي لا زال يراوح مكانه من وجهه نظري. شكرا للتلفزيون الاردني على هذه الاستضافه الكريمه، وشكرا لاهتمامكم في مواضيع الحيوية التي تهم الوطن، خصوصا مواضيع التعليم العالي. وفي الحقيقة يعني أنا لست متخصصا في الطاقة المتجددة، أنا أستاذ في الهندسة الكهربائية، ولكني خبير في أو لدي خبرة بسيطة في المشاريع الأوروبية. يلا شو متواضع حضرتك. يلا خليك. نظرا للأهمية القصوى لموضوع الطاقة والفاتورة النفطية الأردنية 96% إلى 97% منها مديونية استيراد خارجي. موضوع الطاقة موضوع هام وحيوي، وتسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2014-2020 إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من 7% حاليا تقريبا إلى 10% في عام 2020. لذلك موضوع الطاقة المتجددة والتي هي موجودة يعني بكميات وافرة وهائلة في الأردن، كون الأردن من ربما تكون من أكثر دول العالم في الطاقة الشمسية. لدينا حوالي سطوع الشمس نعم عالي في المملكة، 330 يوم تقريبا مشمس في الأردن. يعني مسائل الفنية في الطاقة المتجددة هي مسائل بسيطة، يعني لا تحتاج إلى هذه التعقيدات الهائلة في القضايا التقنية والفنية، ولا تحتاج إلى استثمارات هائلة. وبالتالي يعني هي في متناول يد كل مواطن. لذلك ندخل الموضوع المناهج و تحديثها، لأنه أنا باعتقادي أنه هذه في قضية غاية في الأهمية. الحكومة الأردنية يعني تسعى جاهدة إلى جلب الاستثمار لمجال الطاقة المتجددة وتحفيز رأس المال الوطني إلى الاستثمار في هذا القطاع، ولكن ما نحتاجه بالتساوي وبالتوازي هو تأهيل الطاقات البشرية والفنية وحتى القيادات في هذه المسألة. نعم. ولكن لا نستطيع، يعني للأسف احنا ما زلنا نعاني من مشكلة بسيطة جدا في الأردن في التعليم العالي الأردني، التقليدية، وذكرت هذا سابقا، النمطية. لذلك رأينا في الاتحاد، في مشاريع الاتحاد الأوروبي، كون الاتحاد الأوروبي ينتقل الآن من مرحلة الاعتماد على الأستاذ في التدريس اعتماد كلي إلى أن يجعل التدريس أو التعلم محور الطالب، في تفاعلية كبيرة جدا، جهد الطالب الذي يبذله في القراءة، في الواجبات، في البحث، في التقارير، في القضايا، هذه كلها تجعل من الطالب هو محور عملية تدريسية. ولذلك إذا نحن تجاوزنا هذه المسألة في التعليم العالي الأردني وأتحنا للطالب فرصة الانطلاق، فرصة بث روح الإبداع، الابتكار، الاعتماد على نفسه في التعلم وفي الدراسة،
هذه النمطية مثل ما تفضلتي موجودة الآن في مشاريع الاتحاد الأوروبي وفي التعليم العالي الأوروبي، ولذلك يعني اتفقنا نحن ومجموعة من الجامعات الأردنية، مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الطاقة المتجددة، في أن نتقدم بمشروع قبل 3 سنوات للاتحاد الأوروبي للحصول على دعم في سبيل تطوير المناهج الدراسية، وفعلا حصلنا على دعم. يعني في مادة تدرس بالجامعات اسمها في برنامج الآن، في برامج يعني في أكثر من جامعة أردنية، نعم، في الطاقة المتجددة والقدرة، وهي طبعا يعني قضية بسيطة جدا، أن كيف نستفيد من الطاقة الشمسية، من طاقة الرياح، من الطاقة الجوفية، من الطاقة الحيوية، من قضايا كثيرة يعني في من قضايا. أنا بقدر أقول إنه يعني إحنا بطلنا نستوعب يعني أكثر العلوم تقليدية، بطلنا نستوعب تدريسها بطريقة تقليدية، فما بالك العلوم الحديثة اللي لها علاقة بشيء غير تقليدي مثل الطاقة الغير تقليدية والمتجددة، اللي كل العالم عم ببحث الآن في موضوعها، حتى النزاعات الدولية ومشاكل الدول بينها وبين بعض والتحالفات كلها لها علاقة بموضوع الطاقة. فأعتقد أنه فعلا اهتمامنا بأنه طريقة التدريس وبناء المناهج بطريقة غير تقليدية هي أولوية بالفعل، هي فعلا أولوية، وهي مشكلة يعني، هي أولوية وهي مشكلة، في تحديات كبيرة ولا نستطيع أن نحل هذه المشكلة حقيقة. يعني نحن في التعليم العالي الأردني نواجه مشكلتين حقيقتين، الأولى أننا لدينا استراتيجية الدولة ولكنها لا تطبق، يعني وزارة التعليم العالي تضع هذه الاستراتيجية ولكن لا تضع الخطط ولا تضع البرنامج محدد بمؤشرات محددة بتواريخ ديدلاينز محددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وبالتالي تبقى على ورق. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى أن الأستاذ الجامعي لدينا فقد أو تحولت فلسفته في التدريس من فلسفة الرسالة إلى فلسفة المهنية، العولمة، وجود التكنولوجيا، الاتصالات والمعلومات بشكل هائل في التعليم، حادت بالأستاذ الجامعي من دوره الرسالي إلى دوره مهني، وبالتالي نحن بحاجة ماسة الآن إلى أن نعيد هذا الدور إلى ما كان عليه سابقا في عندما كانت في باكورة إنشاء المملكة. يعني من لوم أولادنا، من لوم الطلبة كتير، منحط دايما اللوم على الطلبة إنه أنتوا مش مستوعبين، مش عم تبذلوا الجهد المناسب، كمان ما هو بده يتوزع هذا اللوم على الجهتين، جهة الأكاديمي وجهة الطالب أيضا. أنا لا ألوم الطالب إطلاقا، حتى يصير خريج مبدع مش خريج يعني بس أنت الوحيد اللي منصف الطلاب كأكاديمي يعني اليوم أنا عم بسمع كلمة لا ينبسط عليك طلابنا. حتى يكون الطالب مبدعا يحتاجوا إلى أستاذا مبدعا، فبالتالي يعني بالفعل. ولهذا إحنا يعني في موضوع الطاقة وهو موضوع حيوي ومهم، ارتأينا أن نتقدم للاتحاد الأوروبي المشاريع الأوروبية التعليمية بهذا المشروع من أجل تحديث طرق تدريس الطاقة، وبالتالي حصلنا على هذا الدعم، 5 جامعات أردنية وخمس جامعات أردنية كبيرة. اللي سميته مشروع موري، أو مشروع موري هو اختصار لعنوان في الإنجليزية، هو تحديث تدريس مناهج الطاقة المتجددة في الأردن، نقل الخبرة والمعرفة الأوروبية للأردن. وطبعا لا نستطيع أن نبني برنامجا كاملا، ولكن اخترنا بعض المواد مثل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، تحويل الطاقة، حوالي 6 مواد، ومنها مواد في التعليم الإلكتروني كامل، مادتين في التعليم الإلكتروني، وبنينا نظام. اللي هم صاروا المختبرات الموجودة في جامعة مؤتة وجامعة لا، هذا موضوع آخر يعني، في الناحية العملية وفي الناحية النظرية. الناحية النظرية صممنا 4 مواد تقليدية تدرس وجها لوجه بالتعليم التقليدي، وفي مادتين في التعليم الإلكتروني. كذلك في 4 مختبرات، وهذه المختبرات عفوا يستطيع الطالب أن يدخل لها عن طريق الإنترنت في أي وقت يشاء، عن طريق نظام تعليم افتراضي، يأخذ موعد ومن ثم يستطيع أنه بأي وقت بأي لحظة من بيته من أي مكان يدخل ويعمل التجربة بشكل حقيقي، وبنسمي هذه الريموت لابس. ووضعناها يعني وزعناها على 4 جامعات أردنية، في مؤتة، في الهاشمية، في التكنولوجيا، وفي سمية، وبالتالي يستطيع الطالب أن يجري التجربة وكأنه موجود في المختبر. هذه طبعا هذا علم قائم بحد ذاته، هذا 3D بيكون ولا إيش لا لا يعني على الموبايل ولا على يلا على نعم يعني مثل ما بتعمل أي 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 نشاط آخر على الكمبيوتر، ولكن هذا علم قائم بحد ذاته الآن. واخترنا موضوع الطاقة المتجددة حتى أنه نقدمه في الأردن
وربما تكون الأردن هي الدولة الأولى في المنطقة التي تستخدم هذه التقنية في التعليم. يعني أنا بتعرف دكتور، لو أنه بعيدا عن الموضوع كتير بيحزنني أنه إحنا لسه مش معممين هاي التجربة حتى على مدارسنا، حتى على تخصصات أخرى في في في, في الجامعات بتخصصات مختلفة. يعني ذهنية أولادنا تغيرت، يعني بطل يستوعب الولد أنه ماسك ورقة أو بيحفظ معلومة عن الورقة، قدامه في فضاء واسع، في معلومة هو ممكن يطلعها ويضيفها حتى للمنهاج. ففعلا يعني يا ريت هاي تعمم الفكرة لكثير من، يعني إذا عم بتصمم فعلا مناهج بهذا الموضوع يا ريت تنتقل، يا ريت تنتقل لمواضيع أخرى أيضا. يعني ولذلك أنا بعتقد أنه التعليم العالي الأردني بشكل عام يحتاج إلى برنامج هائل في موضوع بناء القدرات والطاقة للأساتذة، لأنه يعني هذا البرنامج طبعا كان في محاولات خجولة في السابق، ولكن يعني أنا رؤيتي أنه نحتاج إلى بناء هذه القدرة لدى عضو هيئة التدريس، لأنه العالم الآن تغير، طرق التدريس تغيرت، العملية كلها، عملية التعليمية في الجامعات تغيرت بشكل كبير جدا في آخر 10 سنوات. نعم. هلأ طيب إحنا في عنا ما يسمى بريادة الأعمال، نعم، وعندنا كمان ما يسمى بأنه إحنا دائما بننادي ونرفع شعارات أنه إحنا ما بدنا خريجين فقط حملت شهادات أكاديمية، صح، ونزيد العبء على الدولة وديوان الخدمة المدنية، الانتظار هالقد والانتظار نزل هيك على آخره، وفي ناس خريجين قعدوا، لأنه إحنا عم نتحدث على خريجين بدنا لهم نوعية خريجين لأنها طريقة التدريس أثرت إلى آخره. قديش ممكن إحنا نعمل توازن ما بين الخريجين، ما بين ريادة الأعمال في قطاع الطاقة إحنا بنحكي عنه، لأنه هلأ القطاع أنا بعتقد أنه يعني المشهد صار لصالح قطاع الطاقة المتجددة في كل العالم بشكل عام، فما بالك بالدول العربية وما بالك بالأردن اللي إحنا عندنا 342 يوم بالسنة في عندنا سطوع للشمس. ريادة الأعمال كانت جزء أساسي من مشروع موري، لأنه أدخلنا شركتين، شركة إسبانية وشركة أردنية، جمعناهم مع بعض وأجرينا مجموعة من النشاطات مشترك في البداية. الموضوع ولا لا؟ جزء من الائتلاف، المشاريع الأوروبية تبنى على ائتلافات، فالإضافة إلى الخمس جامعات أردنية والخمس جامعات أوروبية شركة في المشروع اللي استفدنا من خلال تجربتهم الغنية في هذا المجال في تطوير المناهج. كذلك أدخلنا شركتين لبث ثقافة ريادة الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة لدى الطلبة، وكان محورنا الأساسي هو الطلبة، وقمنا بمجموعة من الزيارات تركز على الزيارات المتبادلة، طبعا تركز على موضوع الانتربرنورشيب في الطاقة المتجددة، ريادة الأعمال في الطاقة المتجددة، السبين أوفز، كيف يبني الطالب أو ينشئ شركة نتيجة مشروع التخرج أو نتيجة البحث أو نتيجة تعاونه مع عضو هيئة التدريس. وعملنا دراسة كاملة فيما يسمى بموضوع التكنولوجي كوميرشاليزيشن، تسويق التكنولوجيا. لذلك كان يعني موضوع أساسي ومهم في من ضمن هذا المشروع. وطبعا إحنا يعني كان تركيزنا الأساسي والأهم على الطالب، ولذلك يعني أحد المواد اللي درسناها في الصيف الماضي درسناها بطريقة الآن يعني غير تقليدية. نعم، لأنه طرحنا المادة في جامعة الأميرة سمية، درسها أستاذ في الجامعة الهاشمية، وشاركوا فيها أستاذ من جامعة برلين وأستاذ من مجموعة من أساتذة من جامعة قبرص. درسنا جزء منها في الوجه لوجه في الطريقة التقليدية، وجزء منها بالتعليم الإلكتروني أونلاين، يعني ولكن أونلاين أسبوعين أو ثلاثة أونلاين، ثم سمحنا للطلبة بإجراء التجارب أونلاين عبر الإنترنت. وبعد ذلك كله أرسلنا هؤلاء الطلبة إلى 4 جامعات أوروبية حتى يطلعوا على التجارب تلك الجامعات في 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 بعثنا حوالي 40 أو 50 طالب ككل في من اللي أخذوا المادة. وقبل ذلك كمان بعثنا يعني مادة عم تحكي لها 3 ساعات مساق ولا مادة مساق نعم، هذا لما ياخذوا مساقين وتودوهم. والله بيعتمد على الدعم المالي على هذا الموضوع طبعا، اكيد انه يشوفوا تجارب دول اخرى هذا كثير شيء مفيد. نعم، انه خصوصا الدول الاوروبيه اعتقد انه هاي معظم البعثات. نعم، المانيا معظمها بهاي الدول اللي هي رائده في 30 دولة الطاقة المتجددة. نعم.
30 دولة؟ في 30 دولة المشتركة في الاتحاد الأوروبي. هذه هي الدول التي نستطيع أن نتشارك معها. طبعا لأنه مشروعكم بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي. بدعم الاتحاد. وبالدعم الاتحاد الأوروبي نعم. ولذلك كان محورنا الأساسي أو تركيزنا الأساسي على الطالب. وفي بعض الطلبة يعني عند معاد وعملنا معهم مقابلات طبعا في تغذية راجعة وفي موضوع الاسسمنت والخبرات اللي اكتسبوها. نعم تقييم يعني عملية تقييم ونفس الاتحاد الأوروبي يقوم بتلك العملية يعني يقوم بعملية تقييم يعني كان الفيدباك التغذية الراجعة من هؤلاء الطلبة ممتازة جدا وكانت تجربة يعني بالنسبة لهم تجربة life changing يعني غيرت حياتهم وفي منهم يعني يعني هذه النقطة الأساسية في كل موضوعنا إنه إحنا بنحاول إنه نخرج طالب مؤهل للسوق الوطني قادر على إنه يعمل بشكل مباشر بدلا من الاعتماد على الطاقات الخارجية يفكر في طريقة مختلفة ممكن إنه يبدأ بأعماله الخاصة وشركته الخاصة. هذا هو الأساس. طب أنا بس كنت أسأل حضرتك هلا أنت بتحكوا مناهج تحديث مناهج في الطاقة المتجددة لدرجة البكالوريوس، هلا هدول ضمن أي كلية هم بيكونوا؟ كلية العلوم الهندسة غالبا الهندسة. الهندسة قد تكون يعني لما بيكون بقول لك أنا خريج إيش أنا الطاقة المتجددة مهندس مهندس نعم مهندس في الطاقة زي نعم. مهندس كهرباء مهندس هو مهندس كهرباء بالأساس أو ميكانيك يعني قد يكون مهندس كهرباء وقد يكون مهندس ميكانيك ممكن تعمم هاي التجربة على تخصصات ثانية تصميم المناهج بهذه الطريقة طبعا حابة أتفائل يعني طبعا طبعا يعني تعرف دكتور كثير كانت فقراتنا اليوم مفرحة بس الأكثرها يعني إيجابية هو فقرة حضرتك يعني فعلا أنا منحب دائما نشوف أجيال عم تتعلم بطريقة مختلفة التعليم بطريقة مختلفة رح يودينا أكيد لاتجاهات إيجابية فبنشكرك كثير ونتمنى لك يعني كل التوفيق بجهدك اللي عم تشتغل هذه رسالتي في الحياة بالمناسبة وإن شاء الله أنه ربنا يوفقنا وهي جهد مشترك في بارك في الله فيك وإحنا مستعدين لدعمك بأي وقت شكرا جزيلا وحابين نشوف هالطلاب ونشوف كيف طريقة تفكيرهم يا ريت لو انه منرتب مع حضرتك ان شاء الله منرتب الاستاذ الدكتور يعني انا بدي اشكر حضرتك استاذ عبد الله الزعبي اهلا ومرحبا بحضرتك ومشروع موري يعني من المشاريع المهمة والنقاط المضيئة في سماء تعليمنا العالي بشكل ان شاء الله اهلا ومرحبا بك.